لماذا يعشق جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي؟ عشان اللي حضراتكم شفتوه النهاردة، علشان النهاردة الحقيقة مباراة غريبة جدا ومباراة من أجمل مباريات الدوري العام المصري، سواء النادي الأهلي أو المحلة. الاثنين الحقيقة عملوا مباراة رائعة جدا، ولكن دايما السؤال اللي احنا بنسأله لنفسنا كأهلوية، ليه دايما الناس بتقول ان في حاجة اسمها روح الفانيلا الحمراء؟ ليه دايما الناس بتقول ان النادي الأهلي او جمهور النادي الأهلي جمهور عنده ثقة في لاعبته؟ ليه دايما الناس بتسأل وبتقول ليه دايما النادي الأهلي في الريادة؟ ليه دايما النادي الأهلي الأول في كل شيء؟ الأول في كل شيء عشان او ملخص الدقيقتين او الدقيقة الأخيرة في عمر مباراة غزل المحلة النهاردة. تخيل حضرتك لو اي فريق تاني دخل فيه هدف التعادل في الدقيقة 95، تخيل ايه اللي بيحصل لو حضرتك كمشجع مش اهلاوي، لان طبعا مفيش حد بيعمل كده غير النادي الاهلي بس. فايه اللي بيحصل كمشجع او كمشجع لا تشجع النادي الاهلي؟ بتطفي التلفزيون وبتقعد تقول الفرقة دي مش عارف فيها ايه وفيها ايه، ولكن جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في المدرجات كان بيشجع اكتر من ال 94 دقيقة. ثقته في لعبته وثقته في اسم ناديه وثقته في روح الفانيلا الحمراء كانت واضحة جدا جدا جدا. اللي النهارده بنشوفه او اللي النهارده شفناه حاجة واضحة امام الجميع. لماذا النادي الاهلي هو في الريادة دائما في كل الالعاب؟ في كل الالعاب هي النهارده متمثلة في كرة القدم او في الهدف اللي حضراتكم شايفينه ده. الاجتهاد زائد الحظ اللي بيجي للمجتهدين بيبقى واضح امام حضراتكم. علي معلول بيشوط الكرة فهي تقريبا كانت رايحه داخله جون برضو، بس ممكن الجون يلحقها، خبطت غيرت اتجاهها ودخلت هدف. ليه كده؟ وليه الناس دي فرحانه؟ وليه جمهور نادي الاهلي دايما بيبقى واقف ورا فريقه ودخل فيه الجون في الدقيقه 95؟ علشان النادي الاهلي واسم نادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء. الكلمه دي انا عارف ان هي بتزعل ناس كتير، ويقول لك يا جماعه انتوا بتقعدوا تتكلموا روح الفانيلا الحمراء، اهي روح الفانيلا الحمراء امام حضرتك اهي، وروح جمهور النادي الاهلي امام حضرتك اهي. دخل فيك هدف في الدقيقه 95 والجمهور بيشجعك وبيقول لك اكسب. تخيل حضرتك، عيش بخيالك شويه كواحد ما بتشجعش النادي الاهلي، لو دخل فيك جون في الدقيقه 95 هتعمل ايه؟ هتشيل اللي قدامك وتقفل التلفزيون وتعمل لكن جمهور النادي الاهلي لا، جمهور النادي الاهلي يقف ويستنى لغايه لما الحكم يصفر، لان هو يعلم تماما اللي امام حضراتكم دول. هم 1000 او اقل من 1000 شويه، لكن اللي امام حضراتكم دول عملوا ملحمه النهارده في استاد المحله، ملحمه تشجيع وحب للنادي الاهلي. يا اسلام مش للدرجه دي، لا للدرجه دي، للدرجه دي، لانه لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده دي وللاسف الشديد هم قعدوا فتره طويله ما شافوش الجمهور. فلما شافوا الجمهور عرفوا يعني ان الجمهور ده له دور كبير جدا جدا في كل انتصارات النادي الاهلي، في كل انتصارات النادي الاهلي. الجمهور اللي امام حضراتكم ده وحضراتكم وانتوا قاعدين، ثقتكم الكبيره في مديركم الفني والفريق هي اللي وصلتنا لكده. نتكلم بقى فنيات، وهنتكلم في الجزء الثاني من هذه الحلقه على الناحيه الفنيه في مباراه النهارده، ولكن انا بتكلم على الناحيه، على روح الفانيلا الحمراء. هي دي روح الفانيلا الحمراء النهارده. للي عايز يعرف واللي عايز يفهم يتفرج على اخر دقيقه من بعد ما الجون التعادل دخل في النادي الاهلي. هي ده، هو ده روح الفانيلا الحمراء بالظبط. هو ده لو حضرتك اهلاوي هتبقى عارف الاحساس اللي جوايا دلوقتي وانا بتكلم معاك، لكن لو مش اهلاوي هتقعد بقى تقول ايه يا جماعه انتوا بتقولوا اي كلام، انتوا هو احنا بنقول اي كلام من 1907 لغايه دلوقتي؟ مش اي كلام. جمهور النادي الاهلي يعلم تماما وعارف كويس جدا 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 ان احنا ما بنيأسش، ولاعيبتنا بيفضلوا يلعبوا للدقيقه الاخيره علشان عايزين نكسب، وهو ده اللي حصل النهارده.